ضمن إطار مساق التطوير المؤسسي وإدارة التغيير وتحت رعاية عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، نقدم لكم هذه الورشة ثمرة لجهود طلبة مساق التطوير المؤسسي وإدارة التغيير. في مساق التطوير المؤسسي قام الطلاب بالتغيير، قام الطلاب ببناء المساق، خرجوا عن واقع التلقين على أساس أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتعلمية. الخروج عن المألوف هو أساس التغيير، حيث كانت مدة المحاضرة تصل إلى 3 ساعات في أيام السبت في المراكز الثقافية، منها مركز حمدي منكو شارك ومركز الطفل الثقافي، بالإضافة إلى قيام الطلبة باستضافة بعض مدراء الشركات والمؤسسات لربط المعرفة النظرية بالعملية. وكل ذلك في سبيل الخروج عن إطار المألوف. بناء المحتوى ليس بالأمر السهل، ولكنه بالأمر الممتع. لا معنى لكلمة امتحان، ولا معنى لكلمة التزام، فكل الالتزام ينبع من مدى اهتمام الطلبة في بناء معرفتهم في مواضيعهم اختاروها في بداية المساق. الإبداع ليس له حدود، ولا بد من ريادي يخرج عن المألوف للقيام بعملية التغيير.